نص كوبايه من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا ونص كوبايه من السكر ومكعبين زبده ومعلقتين او 3 من بودره الكريم شانتي على البارد. هنزل بسم الله بلتر من اللبن، خلاص والدقيق والنشا، السكر ده نسبي براحتكم، عايزين اقل او اكتر انتوا مش هتحتاجوا اقل، بس لو محتاجين اكتر حطوا السكر على البارد. قبل ما احطها على النار مفروض على طول على طول اقلب علشان الدقيق ما يتكتلش معانا، الدقيق ما ينفعش ان هو يتقلب في حاجه سخنه. خلاص المفروض ان احنا هنقلب بقى بالشكل ده لغايه ما القوام يتقل معايا. هتقولوا لي الاء دقيق دقيق، طب ما هو كده واحنا بناكل هنحس بطعم الدقيق في الاكل. هقول لكم لا، هقول لكم على خطوه هتسوي معاكم الدقيق ومش هتحسوا خالص بطعم الدقيق. ضروري اول ما الخليط ده يتقل معانا، مش مجرد ما يتقل ان احنا نروح شايلينه بقى ومكملين باقي الخطوات، لا شوفيه بعينيك الاول بيغلي معاكي غلوتين وما تخافيش مش هيتكتل معاكي. يعني حضرتك هتقلبي كده خلاص تقل معاكي المعتاد ان احنا بنروح شايلينه، لا سيبيه يغلي غلوتين ثلاثه تشوفي ان البابلز بتاعته بتطلع كده، يبقى خلاص كده الدقيق استوى معاكي وتعمل له مرحله تسويه. تمام انا هقلب بقى بالشكل ده لغايه ما يتقل معايا القوام بتاع الكريمه. بعد ما يتقل معايا هنزل بمكعبين من الزبده، الزبده بتدي معايا لمعه ودسامه وتقل كده لخليط الكريمه، بتدي طعم حلو قوي. طبعا كل ما تبقى الكريمه نوعها حلو، سوري الزبده نوعها حلو، كل ما طبعا ياثر قوي في طعم الكريمه. خلاص شايفين ما تكتلتش ولا حصل فيها اي تكتلات ولا اي حاجه. انا علشان وقتي معلش يعني المفروض ان انا اسيبها تغليلي اشوفها بعناية تغلي غلوتين علشان اسوي الدقيق، بس انا عشان بس وقتي. خلاص بصوا شايفين هتبدا من على الجناب اهي تعمل بابلز، سيبوها كده اهو زي ما انتم شايفين باينه اهي وخلاص تقلت معايا اخدت غلوتين. اهم حاجه بس وهي بتاخد الغلوتين تقلبوا برضو، يعني ما تسيبوهاش كده وتقعدوا تتفرجوا عليها عشان ما تتقلش. وهي بتغلي هنزل بمكعبين زبده اهو، الزبده على طول على طول هتسيح في السخونه. انا كده مش عايزه النار تاني على فكره، شكرا قوي. ولو عندكم فانيليا حطوا فانيليا سايله. تمام هشيلها من على النار. والخطوه الزياده بقى اللي انا هعملها هعمل ايه؟ بصوا شايفين يا جماعه القوام، شايفين اه دقيق كتير وكل حاجه وحاطين نشا، بس بصوا القوام عامل ازاي، ناعم وكريمي ومفيهوش اي حاجه خالص. هحط الكريمه في البوله بتاعتي بسم الله. لا هو خلاص. وهعمل ايه بقى الحاجه اللي هتدي معايا بقى طعم وشكل ونكهه مختلفه؟ كريمه من غير سكر، كريمه خام، بودره كريم شانتيه خام من غير سكر. ليه من غير سكر؟ لان انا حاطه في الكريم في المهلبيه نفسها سكر. بالمضرب وهدي ضربه بسم الله. استنى هيضرب اهو هيضرب. انا هغرفها دلوقتي وهقدمها في الكاسات، بس بصوا بصوا القوام، بصوا شايفين القوام؟